ماما من الصبح عامله حاله طوارئ في البيت، ما سابتش المطبخ. طبعا ما هي عازمه عروسه ابنها بقى، دي باين عليها بتحبك قوي. والله ما كان له لزوم التعب ده. تعب ايه يا بنتي؟ ماما كان نفسها تعمل كده، اصل انا من ساعه ما اتجوزت وسبت البيت وهي ما بقتش تعمل الاكل التقيل ده، يعني بقت هي وبابا ومحمود ياكلوا ني في ني. انما النهارده بقى عامله ايه؟ محشي وطواجن ومحمر ومشمر. طبعا عروسه ابنها بقى. والله انا بحب مامتك قوي. هي طنط برج ايه؟ 2 يونيو. 2 يونيو الجوزاء. طبعا بتحب الشوكليتس والورد والسويتس. فعلا ايش عرفك يا حبيبتي؟ الابراج دي لعبتي. بصي اطلعي بينا على احسن حلواني واحسن بتاع ورده في الطريق. بقولك ايه، بابا برج القوس، تحبي نطلع على طرشاجي فسخاني؟ اصله بيحب الحوادق قوي. اتفضلي يا طنط. تسلم ايديك يا حبيبتي. ده حضرتك اللي تسلم ايديكي على الحاجات اللذيذه قوي اللي عملتيها النهارده. انا النهارده اكلت اكل بالف هنا وشفا. امال هو محمود فين؟ لا انت تنسي محمود خالص. محمود بيمارس هوايته المفضله. هوايه ايه؟ اصل انت ما تعرفيش. بصي بقى يا ستي، محمود لما بيجي عند بابا وماما يتغدى او يتعشى، اول ما يخلص اكل يجري على المطبخ، يقوم ماسك الصحون غسلها ومنظف المطبخ مخليه زي الفل، سوسه نظافه. غريبة قوي. مش غريبة ولا حاجة، ده انت يا بختك، جوزك هيبقى مريحك على الآخر، راجل مطيع وأليف. وبعدين يا ستي كلها 3 أسابيع وتتجوزوا وتروحوا على بيتكم، وبعدين هتلاقيه بيساعدك في كل حاجة حتى في المطبخ. أنا بس مستغرب، أصل برج الحوت ما يعملش كده أبدا. برج الحوت يحب يبقى هادي وريلاكس ومرتاح، إنما ما يساعدش في شغل البيت. اللي هتتجوز واحد من برج الحوت لازم تبقى عاملة حسابها إن هو هيحبها قوي قوي قوي، هيحكي لها حواديت تجنن، هيسمعها احلى ميوزك في الدنيا، هيحلم احلام ملهاش حدود. انما يساعد في شغل البيت لا لا لا، مش برج الحوت. لا، ما هو اصل محمود ما اتولدش في برج الحوت. يعني ايه يا انكل؟ مش فاهم، هو مش عيد ميلاده 13 مارس؟ مظبوط، بس بقى اللي حصل ان محمود كان البكري، خلفته وانا عندي 18 سنه، وقتها كنت ضعفانه وتعبانه قوي، فمحمود نزل صغير قوي قوي. انت فاكره وزنه ما كملش كيلو ونص. اه يا حبيبي، كان يعيا من نقل نسمه هوا وما بيرضعش وساكت على طول ملوش حس. خفنا عليه طبعا وقتها لبعض الشر يروح مننا، وفضلوا الدكاتره بقى رايحين جايين علينا لحد ما ربنا لطف بيه وبقى كويس. ساعتها بقى رحنا ايدناه في مكتب الصحه وبقى له شهاده ميلاد. يعني عيد ميلاد محمود مش 13 مارس؟ لا، تاريخ ميلاده الحقيقي 5 يناير، انما اللي في البطاقه وشهاده الميلاد 13 مارس. يعني جدي مش حوت. يا ست ما تفرقش، جدي ولا حوت ايه المشكلة؟ ما هو الاتنين بيتاكلوا، بس ده بتشوي وده بتقلي. ايه؟ تقول لهم ايه بس يا بابا؟ خلاص يا ماما، مطبخك بقى زي الفل. برافو عليك يا أستاذ، يلا اقعد بقى عشان تاكل التورتة بتاعتك. لا تورتة ايه؟ وأنا من إمتى يعني باكل تورتة؟ طبعًا عشان جدي ما بيحبش الحلويات، الحوت بيموت في الحلويات. اخش انا بقى اظبط نفسي، عندنا مشاوير كتير قوي النهارده انا وساميه. مشاوير ايه بس يا ابني؟ ما قاعده معانا منوران. ميرسي قوي يا طنط. لا معلش يا ماما، هنروح نشتري الغساله ونعدي على الراجل اللي عامل لنا الستاير، وغير كده بقى هنروح نتفرج على مسرحيه انا وساميه. الله، مسرح! خدوني معاكم، هبقى السواق الخصوصي بتاعكم. بطلي جنان بقى، روحي خدي شويه اكل من اللي ماما عاملاهم واديهم لجوزك اللي معدته اتهرت من التيك اواي ده. عليه طبعا وقتها لبعض الشر يروح مننا، وفضلوا الدكاتره بقى رايحين جايين علينا لحد ما ربنا لطف بيه وبقى كويس. يعني عيد ميلاد محمود مش 13 مارس؟ لا، تاريخ ميلاده الحقيقي 5 يناير، انما اللي في البطاقه وشهاده الميلاد 13 مارس. غلط. هقرب وجاتي ما ينفعوش مع بعض، ما ينفعوش مع بعض. في ايه يا سامي؟ بتزهقي ليه؟